كاين الناس اللي يسامحوك بصح القلب يقعد يغلي، يسامحك بصح دائما يطالع الجناية في كل وقت ويستذكرها ويتألم، وتقول له نفسه انتقم فيكفها. لا مش هذا هو. احنا نقصد يا إخوة الإيمان سلامة الصدر هو تنسى خلاص هذاك العيب اللي داهر فيك ذاك الإنسان، وتلقاك يا مسكي اليوم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تجعل في قلوبنا غلا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة خبرنا على أصحاب الجنة وعلى خير الناس شكون، قال لهم خير الناس على شكون، نروي بالمعنى، قال كل صادوق لسان مخموم قلب. قالوا لا صادق اللسان عرفناه يا رسول الله يقول الحق ومخموم القلب شاو، قال لهم القلب اللي ما فيهش الغل والحسد والحقد وغير ذلك من هذه الأمراض، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.